لكن في ناس عم بتشاهدنا السيس اللي هي فعلا عم بتمر في حالة تشويش، عدم التمييز، مش قادرة تدرك الغرض والمعنى، الهدف الحقيقي لوجودها في الحياة، سواء مسيحي أو حتى غير مسيحي. فإذا ممكن تأخذنا حتى ولو في دقيقتين في هاي الرسالة. أنا بقول لكل مشاهد إن الله أوجدنا في العالم علشان نعرفه ونحبه ونطيعه ونعبده ونتمتع به إلى الأبد. لما نعرف الرب ونحب الرب ونخاف الرب، الشيء الطبيعي إن لما تنتهي رحلتنا هنا هنكمل معاه للأبد. لأن لما بنعرفه ولما بنقبله بيبقى هو أبونا وإحنا أولاده. سي إس لويس قال إن الأب لما بيروح رحلة حلوة يحب ياخد ولاده معاه، يستمتعوا معاه، مش هيسمح إن ولاده ينفصلوا عنه. فإحنا هنا لما بنعرفه ونحبه ونطيعه، ده اللي بيدينا القيمة وده اللي بيدينا المعنى. لما نعيش له يعني أعيش قيمه، يعني أعيش مبادئ الله. ما هو مفصلش بين يا أسيس نزار الصلوات وبين الحياة. الصلوات اللي ما تتحولش الحياة ملهاش لازمة. فأنا بعرف الله وأعيش لله وأكرم الله، وده يبان في كل علاقاتي. واحد قال النطق هو أن تحقق ذاتك عن طريق إعطاء ذاتك لله وللآخرين. ده النطق الحقيقي. إن أنا أدي نفسي أقول يا رب بكرس نفسي ليك، وكوني كرست نفسي لي يعني هطلع أدور على المحتاجين والمحرومين وأعيش ليهم وأخدمهم وأكرمهم.